أول شيء راح أتربع عشان أقدر أتكلم معكم زي الناس. Welcome to a new vlog. زمان مرة ما صورت فلوج يكون طبيعي. أن الفترة الأخيرة كل فلوجاتي كانت عبارة عن سفر وكذا فوضى عرفتوا. أصلاً أحس حتى الفلوج راح يكون فوضى بس فوضى خفيفة عرفتوا. بس خليني أقول لكم أعطيكم لايف أبديت شوي. بس الفترة الأخيرة شوي قاعد أحس مضغوطة. أول شيء ضغطني طبعاً اللي هو الجامعة. كذا أحس خانقتني like too much. لأن أحس كل شيء ورا بعض يعني فجأة كوزات فجأة اختبارات فجأة assignment كله ورا بعض والمواد صايرة صعبة. يمكن لأن آخر سنواتي في الجامعة ما أدري يمكن المواد تصعب يعني دخلنا ديب بتخصص I don't know. بس صدق أحس خلاص أبغى أخلص منها يعني أبغى أتخرج. عشان أتخرج لازم أذاكر وأنجح كل المواد. فهذا الشيء الأول اللي هو ضاغطني وأحس اللي مخليني شوي ساحب على التصوير. خليني أشرب شاي. anyway كنت أقول إن الفترة الأخيرة صايرة اللي كذا أشياء ورا بعض. مثلاً كل ويكند يكون عندي شيء. أول مرة في حياتي تجي فترة إن كل ويكند يكون عندي شيء. هذا شيء غريب. أحس إن صار عندي حياة. يا ربي ما أحسدني فجأة كل ويكند قاعدة في البيت. فعشان كذا ما أحس إن عندي وقت مع إن في فعاليات بس ماني قادرة حتى أصورها لأنهم ورا بعض وما عندي وقت. وإذا صورت أنا يعني لازم يكون تصوير اليوتيوب يكون بيرفكت عشان أقدر أنزله. فعشان كذا ما أصور من البداية لأن أدري إذا صورت وما عجبني راح أمسح. فأقول وش الفائدة؟ أضيع وقتي ويصير تجهيزي غبي كل شيء كذا اخر شيء ما انزله فخلاص من الاول ما اصور وما ادري هذا الشيء زين ولا زين قاعد اقول ما ادري بس فهمتوني صح الزبده انه كذا صار حتى روتيني من بعد السفر وزي كذا توني ارجع له توني اتمرن مو توني يعني صار لي تقريبا اسبوعين رجعت دان القديمه اخيرا اتمرن واكل كويس لان الفتره الاخيره اكلي كان هبد يوم اكل عن 10 اشخاص ويوم ما اكل شيء يوم اكل عن 10 ويوم ما اكل شيء يوم اكل فواكه يوم اكل برجر ما ادري شلون واحس اليوم ما يكفيني ما ادري شلون بس صدق احس اليوم ما يكفيني فجأة يخلص اليوم قاعدة داوم جايز من الساعة 7 يعني أقوم الساعة 5 تخيلوا يعني عشان أتجهز إذا كان لي خلق أحط ميكب وكشخة وزي كذا أقوم من الساعة 5 إذا ما لي خلق أقوم 6 بس داومنا من الساعة 7 أحس شنو يعني شنو داوم من الساعة 7 وين قاعدين حرفيا وين قاعدين يعني ليه الناس داوم 9 أنا ودي داوم 9 أقوم فجر ليه ما أدري ماني فاهم بس إن الحلو إن عندي أوفين يعني أداوم بس 3 أيام في الأسبوع تحبت أتكلم والله ماني قادر أسكت الزبدة الله يعينكم جد بس I'm sorry guys I missed you وإن شاء الله إنكم سكتولي بعد It's hard from me الزبدة ليش فجأة قررت إني أصور؟ طبعا أنا مقرر إني أصور بس كذا مرة تشجعت وخلاص جتني الطاقة وأبغى أصور لأن بكرة آخر يوم أداوم مو آخر يوم أداوم بالسمستر بس إنه آخر يوم أداوم قبل إجازة التأسيس أنا ما أدري هي إجازة تأسيس ولا هي بس جامعتنا ولا الجامعة الثانية I don't know بس في إجازة عندي اللي هي أسبوع أو 10 أيام كذا يعني بكرة آخر يوم أداوم اللي هو الثلاثاء وبعدها خلاص أبدأ أجز لكن اللي حزن إني بذاكر فيها للمد لأن المد راح يكون يعني لكم أنت تخيلوا متى المد راح يكون أول يوم رمضان يعني قلت الأيام في الدنيا حرفيا قلت الأيام الناس توها صايمة أول يوم فجأة مد كيف راح أذاكر I don't know عشان كذا أبغى أذاكر بدري عشان لا يداهمني أو أنضغط بالمذاكرة برمضان I'm tired بلس إن بكرة عندي اختبار بعد شوي راح أقوم أذاكر له راح أخلص من الاختبار وتبدأ إجازتي قلت لازم أصور لكم وأخذكم معاي وإن شاء الله بالإجازة أقدر أصور لكم بعد أكثر بما إني بكون إجازة ما عندي شيء ما عندي دوام فبس أشوفكم بكرة لما نيجي نروح الجامعة مع السلامة خلاص بكرة أشوفكم الصباح باي So guys, good morning. بغيت أقول new vlog نسيت إني مصورة أمس. ساعة الحين 6:33. باقي ساعة تقريبا وأروح الاختبار. لازم أقوم الحين أجهز. صدق أنا ما عندي شيء يعني أنا ملابسي كذا في مخي outfit وخلاص طلعت أحسه بمخي وموجود. وبس بروح أسوي الميكب وشنطتي جاهزة بسوي الميكب بس وألبس وأطلع. That's it. حتى قهوة ما راح أسوي لأن راح أخذ بعدين. شنو بقول نسيت. بس يلا خلينا نقوم. خلينا نروح الاختبار actually. Let's go. وصلت وجهي ودي اقول لكم ان I have morning skin routine بس ما عندي شيء ما عندي الا هذا الكريم ترى اللي حفظته لان شنو برودكت ذا اوردينري ما قامت تفيد معي يعني شفتوا هي لما تتعود البشره عليها ما عاد تجيب نتيجه فالحين عندي هذول كنت استعملهم بس ما عاد يجيبون نتيجه صدق خلاص احس ما بيهم يعني مو قاعد استعملهم ما ادري اسوي فيهم الزبده فطلبت سكين كير برودكت يعني من شركه جديده وصارتني بس الحين ما فتحتها لاني كنت ناوي اصور معكم زي كذا فتوني اصور وباقي بفتحها طالبه كم شيء من اي هيرب فاذا رجعت ان شاء الله اليوم بصورها لكم فما عندي شيء اسوي غير اني احط الكريم طبعا عشان قبل الميك اب وبحط واقي شمس بعد and that's it
الحين خلينا نلبس نحط الميك اب ونجهز. And this is my outfit for today. لأن اليوم الجو مو مرة برد فقررت إني ألبس كم قصير مع هذه، يعني نوازن عرفتوا. So guys ها لبست بنفسجية، تحسون تناسب؟ أحس ما أدري، يعني ولا عباية ثانية تناسب أحس، فهذا الموجود، I don't know. أنا أحس عاجبني الصدق، الزبدة راح آخذ معاي بس الأرواج، مو الأرواج، الرول وهذا، هذول راح آخذهم معاي بالشنطة، يعني واضح لكم إني مستعجلة صح؟ الحين راح أسوي شنطتي، أكشلي شنطتي جاهزة من أسبوع وأنا أداوم فيها نفسها هي، بس راح أحط فيها زي ما قلت لكم الأرواج ويمكن عطر وأيبادي، and that's it، I'm ready to go. شنطة تيتي. جي كي، والحاسبة موجودة والأقلام موجودة حق الاختبار. بس باخذ معي زي ما قلت لكم الارواج، باخذ معنا الايباد، باقي خواتمنا صح؟ بلبس خواتم واطلع، ما ادري فين قاعد ارجف، صار كذا في شيء غريب، دشيت اتصور ارجف ما ادري ليه. And this is my rings. That's it، يلا خلينا نطلع، جهزت خلاص let's go. طبعا ما سويت لي قهوه، احس ما يمدي اروح اخذ قهوه قبل الاختبار، فاي ثينك اني راح اخلص اختبار واروح كافي مره جديد، ما متحمسه له ودي اروح له من زمان، يعني ما ادري ليش ما رحت للصد، فاليوم بروح له. طبعا انا بروح بالسياره لان كثير كومنتات جاتني تقول انه ليش تتعطرين وانت بتركبي مع السواق. قدمت صدق او ماي جاد، بس انا لان الحين انا صرت اسوق لانه شتاء، اكون يعني ما اسوق بالصيف، فمره شكرا اللي ينصح يعني بالكومنتات مره، يعني انا ممنوع يقول او ماي جاد وش داخلك، صدق اسمع النصايح سام تايمز، اذا كانت نصايح راح تفيدني يعني، في نصايح ما لها فائده. شو رايكم؟ حبيت البنس جمال اخضر، لونهم غريب مع بعض بس حلو، اللي ما تقولون عنه شيء، بسرعه امدحوني، كاني اقول لكم كذا. So let's go to college. So guys finally وصلنا الجامعة والحين راح اروح الاختبار. Hey guys, I'm back. خلصت دوام and guess what؟ إجازتي بدت. خلصت اختباري كان مرة يجنن وخلصت دوام الحين الساعة 11:30 يعني يعتبر خلصت بدري اليوم طلعتنا بدري المس. Let's go. راح نروح البيت وراح نبدأ إجازتنا. كاتشا. ورجعنا البيت وبدت اجازتنا، مره مبسوطه الحمد لله. اليوم الاختبار كان مره حلو صدق، يعني شوف انا زي ما قلت لكم امس انا ذكرت مره كثير حق الاختبار بس ما توقعتها ستيل يطلع بهالسهوله يعني، بس الحمد لله الحمد لله الاختبار حلو واجازه ان شاء الله تكون حلوه بعد. والحين راح اغير ملابسي وامسح الميك اب، بنزح شوي وبعدها يمكن اتغدى ما ادري نشوف باقي اليوم عرفتوا. فيلا So guys سويت لي غدا، اخيرا قمت من السرير، سويت لي دجاج بالفرن مع خضار وخضار بالفرن، هذا صوص حتى انا مسويته. سويت لي ناو كافي لان احس انه شوي وانام، بس صدق جتني طاقه كذا يوم شربتها، ان اخيرا راح افتح بوكس اي هيرب اللي وصلني قبل اسبوع. ليش ما في نور؟ دقيقه ويت، ايوه كذا مسوي اني يوتيوبر وحاطه رينج لايت واخر شيء، حتى ما دريت انه ما يشتغل. يلا بروح اجيب البوكس، ليتس جو ليتس دو. اند هذا هو البوكس اي هيرب. شارية مشرط مرة كده أبغى شيء عشان أستعمله إنزين، أنا كنت دائما أفتح لكم يا بمقص، أفتح البوكسات بمقص سكين sometimes بس إني أسوي إيديت. بس أخيرا شريت من شيء اللي هو كده مشرط حق تفتحون فيه أشياء كده صغير كيوت مرة حلو. لا تحسبون إني بسوي الانبوكسنج عشان هذا الشيء يعني بليز. تخيلوا، لا تصدقوا قاعد تصدقوا عني السخافة، خلينا نفتح البوكس.
واو والله مره اسهل. انا ليش مو من زمان شريته؟ الحمد لله والشكر. اوكي سو الحين راح نفتحه. And guys هذه هي الاغراض اللي داخل. الحين بطلع لكم اياهم واحد واحد واقول لكم ايش هو. اوكي اول شيء اللي هو تررررا بروتين. ما في اي شيء واو بس زبدة. اول شيء طلبت اللي هو بروتين لان حقي خلص. هو نفسه دائما ذا اللي اطلبه بدون ولا نكهة عشان اقدر احطه مع الاكل، عرفتوا؟ ما ينكه، ما احب اللي يجي معاهم نكهة، مرة يصير غريب طعمه. وفي 16 سكوب، وفي 16 سكوب اذا اتذكر صح. ليش هنا مكاتبين؟ والحلو فيه انه زيرو كارب. قاعد احس اني قاعد اسوي له اعلان بس هو لا مو اعلان صدق. انا استعمله يعني. ثاني شيء اللي هو لاول مره شريت كرياتين، طلع مره صغير ما توقعت. لان انا اتمرن فيقولون ان الكرياتين مره كويس حق التمرين وحق الجسم بشكل عام، يعني راح اصير معضال انا داخله بقوه. بس صدق انا اشوف الكل ياخذه وعادي نفس البروتين، قلت ليش ما اخذه ما دام اني اتمرن، عرفتوا؟ خذيت هذا لانه برضو انفليفرد، بس شفتوا هذا الصغير مكتوب عليه 60 سيرفينجز يعني 60 مره تقدرون تاخذونه او 60 يوم، بعدين بشوف. بس زبده ان هذا هو كرياتين. ايه اوكي. والحين نجي حق اللي قلت لكم ساعة اني شريت سكين كير برودكت حق ماركه كوريه اللي هي جوسن اوف بيوتي او بيوتي اوف جوسن، فشفت عليها مدح مره كثير فقلت ليش ما اجربها. معروف ان يعني منتجات الكوريه مره زينه، يو كان سي بشرتهم يعني انها تلق فنطمح يعني نطمح. زبدة شريت 4 منتجات يعني زي سكين كير كامل. طلبت حق هالات العين او انه اندر اي سيروم، وطلبت سيروم حق الوجه اللي هو جلوينج سيروم اسمه، هذا هو اللي يعني مره مشهور بذي الماركة. وطلبت كريم حق الوجه لان ابغى اجربه، مع انه عندي كريم ذا اوردينري مره ممتاز بس انه هذا تجربة يعني. وطلبت اخر شيء اللي هو واقي شمس لان واقي شمس حقي بيخلص. فخلينا نشوف اول واحد اللي هو الكريم كريم الوجه اسمه داينستي كريم. جاني احساس ان العلبه من دراما مون لوفرز صح كذا تحسونه. وهذا اللي هو جلو سيروم او جلوينج سيروم، وهذا حق تحت العين اللي هو ريفايف اي سيروم، وهذا حق هذا السان سكرين شو اسمه واقي شمس. هذا جايز كل شيء طلبته من اي هيرب. اليوم اذا اقدر احطهم اليوم كلهم قبل انام راح افتح واوريكم كيف. اذا شفتوني ما وريتكم او صورت اعرف اني ما استعملتهم اليوم. This is my package from اي هيرب. خلوني اقول لكم يعني اسولف لكم شوي بعدين خلاص اسكت. احنا تخيلوا كل ما صارت حفلة بالشرقية يعني حفل كونسرت مثلا حفلة شخص مغني مثلا ماجد راشد عبد المجيد، تخيلوا التذاكر تروح عندنا ما نلقاها، عطول في حفلة نروح نحجز sold out يعني too much تخلصوا عن التذاكر. هالمرة فجأة أعلنوا ان في حفلة حقت ميامي راح تكون بالدمام، يومها هو قالوا متى بينزلوا التذاكر، يومها قعدنا نسوي ريفرش حق الستوري حقهم، نسوي ريفرش لين الحمد لله لحقنا على التذاكر. حتى كان في لاين يعني لما تدفعون حق التذاكر يكون في لاين الموقع ان تنتظرون زي اللاين الحقيقي بالواقع. تخيلوا 1000 شخص وهو توها فاتحه يمكن قبل دقيقه. فالحمد لله دخلنا ولحقنا. ما ادري اذا مكاننا اوكي بس ما يهم، اهم شيء انه راح نحضر حفله ميامي. فلان احس ميامي اجواءهم مره حلوه، قاعد اشوف حفلاتهم بالخليج يعني مره حلوه. انا اصلا احب ميامي، احس اني حافظه اغانيهم يعني ما عمري قلت اوكي انا بسمع ميامي سمعتها وحفظتها، لا انا كذا حفظتهم ما ادري شلون. الزبده انها راح تكون يوم الجمعه اللي هو بعد يومين بس. والله قلت اقول لكم وش راح نسوي الجمعه، اني مره متحمسه. So guys هاي تمرنت خدت شاور وبس بسوي لي عشاء وبنام، بس انا قررت ان استخدمهم اليوم انا حسيت واي نوت. سان سكرين اكيد ما راح استعمله، بنحطه هنا. طبعا ما ادري اذا مبين بس ميت نوم، صدق ميت نوم لان اليوم قاعد بدري واحس خلاص جا وقت نومي. بس الزبده اني راح احط سيروم جلوينج، اصلا مكتوب على انكم تحطون قطرتين منه. ترى الزبدة اني حاولت اني ما اجي حق تحت العين كثير لاني بحط حق اللي هو تحت العين. كذا شكله. طبعا هذا يجي لونه اصفر وزي كذا عصار، عرفتوا؟ ويجي لزج يعني اللي شفته من الناس يجي لزج شوي، يسوون زي كذا. لا والله مو لزج،
زبدة تسوون زي كذا وتحطونه شوي كاني كثرت ما أدري زبدة يوصي وتحطونه كذا تحت العين. والحين the last step اللي هو داينستي اللي هو هذا الكريم. هذا صدق اللي أشهر شيء عندهم. أوكي 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 مغلفينه كذا بقرطاس ومعاه هذي عشان تحطونه بوجهكم كذا شكله. طيب هو أصلا مكتوب هنا إن هذا المفروض تكون الخطوة الأخيرة بيور سكين كير. أبدأ ما صار شيء. واه طيب شكلي باخذ من فوق من الغطا عشان حرام لا يروح الفاضي. طبعا هو لزج زي ما تشوفون كذا يتمغط الزبدة وحطها على وجهي. كاتبين حطوا كثير فراحت كثير. طيب كاتبين بقى اي والله لزج شوف كيف لزج عرفتوا غريب مرة. خلصنا زبدة بس اني قلت بشارككم ماي نيو سكين كير روتين. طبعا زي ما قلت لكم حق العين ما يعني نستعمله بس الليل. فيا ذاتس ات. اشوفكم ما ادري متى اي يوم بس اشوفكم. باي جود نايت. Good morning. توني صحيت اليوم يوم الجمعة الساعة تقريبا واحدة تدي واحدة تخيلوا الظهر مرة تأخرت بالنوم يعني زي كذا. اليوم زي ما قلت لكم راح نروح حفلة ميامي بس الحين ايش راح نسوي؟ الحين راح اروح اسوي الفطور زين المرجعانة بعدها راح اروح اتمرن وبعدها ناخذ شاور زي كذا نجهز عشان نروح. احس ما في وقت عرفتوا لي كذا كذا بسرعة بسرعة كالعادة. So guys خد شوار والحين قررنا ان نطلع بدري اكثر لان قبلها قلنا بنروح نتقهوى زي كذا نروح كافي ناخذ قهوة حلا كذا عشان يعني اول ما ندخل ما نموت جوع عرفتوا اللي راح نقعد داخل. قلنا نطلع بدري شوي عشان نلحق بس ما ادري اذا هل احنا راح نسويها. احنا نقولنا بنطلع بدري بس اخر شيء نتاخر 6 راح نشوف. بس الحين راح اجهز راح احط الميك اب بعدها راح البس ونطلع. That's it. أنا بروح أطلب. أصلا غباءهم غباءهم. حياكم الله. وين وين؟ لا اليوم مو 22 هذا اي خيط الرداء. ما اقدر اوقف حتى انا اقول ما يقعد يسوون شيء. ما